انا عايزك يعني اسراء، قولي انت لو خبيره بالاصوات قولي الو كده. اسراء الو الو مين؟ ساره الخولي. ازيك يا ساره؟ ساره الخولي طبعا نجمه الفريق. ازيك يا ساره؟ ازاي حضرتك؟ طبعا انا نفسي يعني كلكم تبقوا موجودين النهارده الحقيقه. والله انا فرحان بيكم جدا وبقول لكم الف مبروك يا ساره. الله يبارك في حضرتك. والله الله يبارك في حضرتك. الحمد لله. طب كلميني عن التحديات اللي انت شفتيها من وجهه نظرك الفتره اللي فاتت، التحديات اللي انت عدت بيك انت على مستوى الشخصي ومستوى الفريق. هو احنا طبعا لو هنتكلم على مستوى الفريق، كان اول تحدي بالنسبه لنا ان احنا نكسر حاجز الخوف، ان احنا نعدي الماتشات اللي حصلت، الدروب اللي حصل السنه اللي فاتت، ان احنا كنا طبعا نلم نفسنا ونتكلم نشجع بعض نسوق بعض، اي حد مثلا بنزله حصل له سوء توفيق حصل له حاجه احنا كلنا نلم بعض. دي كانت اكبر تشالنج يعني موجوده تقريبا في الفرقه، بس الحمد لله احنا تغلبنا عليها وخدنا اول بطولتين الحمد لله. بدانا طبعا بكاس مصر وبعديها خدنا المنطقه، وان شاء الله يعني دلوقتي بنشتغل على الدوري ان شاء الله يعني. طب قولي لي يعني يا ساره الفتره اللي جايه يعني برضو عندكم 6 ماتشات، يعني انا دايما برجع ليهم لان هم دول ما شاء الله ان شاء الله يبقى ختاموها مسك، شايفاهم ازاي وشايفه التضحيات اللي انتوا لازم تعملوها في العشر 15 يوم اللي جايين ايه؟ لا طبعا هو احنا ال6 ماتشات اللي جايين دول بالنسبه لنا دول يعني هما ما فيهمش نقاط ان شاء الله. يعني احنا تعبنا من اول السنه، اشتغلنا على نفسنا، كابتن يحيى معانا، يعني احنا بالنسبه لنا كان اهم تارجت اصلا الدوري. طب يعني خلي بالك انتوا داخلين معسكر، انتوا داخلين معسكر يوم الخميس اللي جاي يا ساره. ان شاء الله جاهزه بقى وهتنسوا المذاكره وهتنسوا الشغل وكل حاجه. لا دي كل واحدة بتسيب اللي في ايديها تماما، يعني انا بشتغل بسيب شغلي، انا كده مثلا هسيب شغلي خميس وكمان حد اللي بتذاكر، مفيش واحدة حتى بتاخد كتاب معاها في المعسكر، يعني هو احنا كلنا مركزين في الماتشات وبس. يا رب ان شاء الله يا سارة وربنا يكرمكم الحقيقة، يعني ان شاء الله يبقى يعني ختامها مسك ويبقى الثلاثية بإذن الله. يا رب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا رب. سارة الخولي نجمة الفريق بشكرك شكرا جزيلا، بتمنى لك كل التوفيق يا سارة بجد، يعني روح جميلة يا اسراء. ولما قالت الو عرفتيها على طول. يعني ما شاء الله حافظين بعض. يعني حتى سندس لما نصر قالت الو برضو، بس يعني سندس خدت شوية. يعني قولي الو تاني كده. يعني سندس خلاص بقت مصرية قوي زينا واكتر كمان. نفسك سندس تقعد